المنتدى يستبق مؤشرات الحوار بالتمسك بشرط الرد المكتوب. خطر الإرهاب يهدد منطقة الساحل واستراتيجية موريتانيا على المحك. الطاقات المتجددة تجعل موريتانيا في صدارة الدول الإفريقية. أهلا بكم إلى تفاصيل جولتنا أخبار الساحل، نقدمها لكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. قالت مصادر في المنتدى إن قطبه السياسي أبلغ رئيسه الدوري بتمسكه بشرط الرد المكتوب على المعاهدات. وأوضحت المصادر أن قرار القطب السياسي الذي يمثل الأحزاب اتخذ في اجتماع عقد الأربعاء لتقييم دعوة الأمين العام للرئاسة لاستئناف اللقاءات مع المنتدى. وتنتظر الساحة السياسية منذ المكالمة الهاتفية بين الوزير الأمين العام للرئاسة والرئيس الدوري للمنتدى ما سيتمخض عنه الحراك الجديد. لا تهدأ الساحة السياسية الوطنية حتى تعود للتفاعل من جديد، فبمجرد اتصال هاتفي بين أطراف المشهد اتجهت الأنظار إلى الفرقاء السياسيين لمعرفة مدى قابلية إجراء الحوار المرتقب الذي أصبح أحجية الجميع، أو هو حركة دائرية تبدأ من حيث تنتهي وتنتهي من حيث تبدأ، بيد أن النقطة الأهم هي أن أولويات هذا الحوار وبوصلته والنتائج المتوخاة منه لم تتضح بالشكل الكافي على الأقل للرأي العام الوطني. وإن كان المراقبون والمحللون السياسيون يعتبرون أن هنالك نقاطا يمكن التفاوض حولها، فمثلا على المستوى الدستوري والمؤسسات يمكن مراجعة مؤسسة الرئاسة من حيث ما يعرف بعائق السن ومدة المأمورية، كما يمكن أيضا أن يناقش مستوى التمثيل في البرلمان، ويذهب البعض إلى المطالبة بحل مجلس الشيوخ باعتباره عبئا مؤسساتيا وغرفة غير ضرورية، إضافة إلى نقاش واقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وضرورة توسيعها لتشمل مختلف أنواع الطيف السياسي الوطني. كما يتوقع قراء الطالع السياسي أن يناقش الفرقاء السياسيون وضعية هيئات الضبط والتنظيم بمختلف تخصصاتها، وإلى أن تجلس الأطراف السياسية الموريتانية على طاولة الحوار تبقى الأنظار مشدودة حول ما سيتمخض عنه الحراك المنتظر. أثارت تصريحات أمير منطقة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي يحيى أبو الهمام التي قال فيها إن تنظيمه يحيد البلدان التي لم تشارك في العملية الفرنسية بشمال مالي ردود فعل متباينة في موريتانيا، فبين من رأى أن إخراج التنظيم الجهادي لموريتانيا من دائرة الاستهداف يخدم الاستقرار والأمن ويحفز التنمية والاستثمار، وصف آخرون قرار إمارة الصحراء بتكتيكي وأن هدفه تخفيف الضغط على التنظيم والدخول في هدنة غير معلنة مع أكثر بلدان الساحل قدرة على ضرب معاقل التنظيم في شمال مالي. عودة جديدة للجماعات المسلحة ربما لتقول إن الاختطاف في شمال مالي ما يزال ديدنها، ولسان حالها يقول باقون على العهد وعلى طريق الاختطاف سائرون. وعد ووعيد أمير إمارة الصحراء ببلاد المغرب الإسلامي يحيى أبو الهمام لمن وصفهم بظهير الصليبيين في المنطقة، ويعني بها الدول التي شاركت بجنودها إلى جانب فرنسا في عملية برخان، فسره البعض برغبة الجماعات في العودة إلى النشاط في ظل انشغال فرنسا بمحاربة داعش في سوريا والعراق وليبيا وفي فرنسا نفسها بعد هجمات باريس. عنصر الجدة في خرجة القاعدة لا شك أنه الهدنة التي أعلنها التنظيم الجهادي مع دول لم تدفع بجنودها في العملية الفرنسية وأبرزها موريتانيا. هو إذن متنفس جديد لبلدان الساحل خاصة لموريتانيا. التحييد المعلن يعني عدم الاستهداف. بقي أن نعرف هل هي هدنة دائمة أم مؤقتة لالتقاط الأنفاس. جهود محاربة الجماعات المسلحة في الشمال المالي وإن كانت في وقت من الأوقات استطاعت أن تكسر شوكة التنظيمات، إلا أن أبو الهمام اعتبر أن المجاهدين اليوم أصبحوا أكثر انتشارا. الرئيس الموريتاني زار مؤخرا قاعدة المرية العسكرية واعتبر أن بلاده ماضية في التصدي للظاهرة العابرة لحدود منطقة الصحراء.
فرار أخطر عناصر القاعدة من السجن بنواكشوط ليس فقط أحد المنغصات، لكنه قد يكشف عن بعض التغيرات الأمنية التي ما زالت تحتاج للمعالجة. وأمام تطورات أمنية كهذه، تبقى مجموعة خمسة في الساحل وتنسيقها الأمني ضد القاعدة وأخواتها على المحك على الأقل في المستقبل القريب. نتابع فيما يلي تاريخ العمليات الإرهابية التي تعرضت لها موريتانيا. أهلا بكم أينما كنتم. العمليات الإرهابية التي استهدفت موريتانيا بدأت بشن الجماعات الجهادية المسلحة الناشطة في شمال مالي. سلسلة عمليات إرهابية تراوحت بين الهجمات المسلحة وعمليات الاغتيال والخطف وصولا إلى الهجمات بسيارات ملاغمة. يونيو 2005 هاجمت الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال حامية المغيطي DSPC بولاية ترس الزمور. الحصيلة كانت 17 شهيدا من أفراد الحامية وثلاثة من الجماعة المسلحة. أكتوبر 2007 استولى عناصر من تنظيم القاعدة بالقوة على أموال للخزينة العامة للدولة تبلغ نحو 200,000 دولار، ما يقدر بأزيد من 60 مليون أوقية. 24 ديسمبر 2007 اغتال 3 عناصر من القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي 4 سياح فرنسيين بالقرب من مدينة ألاج. 27 من الشهر ذاته تسلل عناصر من التنظيم ونصبوا كمينا للجيش الموريتاني على مقربة من الغلاوية شمال البلاد. الحصيلة كانت حينها استشهاد 3 جنود. فبراير 2008 أمطر عناصر من القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مقر السفارة الإسرائيلية والمطعم المجاور لها بنواكشوط. إبريل 2008 اشتبكت قوات الأمن بنواكشوط في حي بتفرق زينة مع تنظيم جهادي مسلح تابع للقاعدة. الحصيلة استشهاد ضابط من الشرطة وجرح 9 آخرين وقتلان من المسلحين المتشددين. يونيو 2009 قتل عناصر من القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عامل إغاثة أمريكي في مقاطعة الإكسر بنواكشوط. أغسطس 2009 فجر انتحاري ينتمي للقاعدة نفسه بالقرب من السفارة الفرنسية بنواكشوط، أصيب في العملية رجلا أمن فرنسيين. سبتمبر 2009 استشهد 12 عسكريا من أفراد دورية للجيش في تورين شمال البلاد في كمين نصبه مسلحون من القاعدة. 18 ديسمبر 2009 اختطاف زوجين إيطاليين وسائقهما إيفواري قرب مدينة كوباني. 25 أغسطس 2010 هجوم سيارة ملغمة يقودها انتحاري ضد المنطقة العسكرية الأولى في النعمة. الحصيلة كانت جرح 4 جنود. يوليو 2011 هاجم تنظيم قاعدة عسكرية في باسكن شرق البلاد. فبراير 2011 هجوم بسيارتين مفخختين كانت ستستهدف مدينة نواكشوط الآهلة بالسكان، وتم العثور على إحداها متعطلة، فيما نجح الحرس الرئاسي في التصدي لسيارة الثانية وتفجيرها ومصرع من كانوا على متنها. ديسمبر 2011 اختطاف دركي من مركز عد البقر الحدودي. ديسمبر 2009 اختطاف 3 عمال إغاثة الإسبان على طريق نواكشوط نواذبو. عودة إلى الاستديو. شكرا لك سيد محمد الجيون. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستديو الخبير في القضايا العسكرية والأمنية والإعلامي العقيد المتقاعد البخاري والمحمد مؤمل. أهلا بك ضيفي الكريم. إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة أعلنت تحييد موريتانيا من قائمة الأهداف، ما الانعكاس الأمني لهذه الخطوة؟ أولا أود أن نكون دقيقين، القاعدة لم تذكر موريتانيا ولم تقل بأنها حيدت موريتانيا، ما قالت. نعم. أقرأ كلمات أبو الهما: وأما بالنسبة لدول المنطقة التي لم تشارك بجنودها في هذه الحرب الصليبية وتعاملت معنا بالحياد فسنعاملها بالمثل. ألا يعني هذا إشارة ضمنية إلى موريتانيا؟ لست أدري ماذا يود السيد أبو الهما بهذا، ولكن إن كان يريد الحياد في موريتانيا إلى موريتانيا ذكر تقريركم أكثر من 15 عملية كانت موريتانيا قبلها لم تعمل أي شيء ضد القاعدة. إن كان الحياد يعني عدم ضرر بالقاعدة، لماذا لا يعتبر موريتانيا حينها حيادية؟ نعم. ثانيا، أليس تغيير مثلا تغيير القرار عائد لي مثلا تغيير المعادلة الأمنية في المنطقة؟ لا أظن بأن هي تغيير قرار حقيقة. لا. لأن نفس المقابلة ذكر بالاسم 3 مرات شنقيط.
نعم. ووجه نداء إلى الشناقطة يطلبهم المشاركة بما يسميه الجهاد ونحن نسميه العنف. نعم. من هم الشناقطة؟ الموريتانيين. نعم. كيف تحياد اتجاه الموريتانيين وتطلب الموريتانيين بدعمك بما تسميه الجهاد الذي استهدف أولا وقبل كل شيء الموريتانيين؟ نعم. لا أثق شخصيا بأنه حيادي اتجاه موريتانيا. ثانيا الحياد يتطلب بأن يكون هنالك توازن أو اعتراف للطرفين. موريتانيا دولة، أبو الهمام ليس دولة ولا يعطى عن دولة. نعم. إذن كيف تقيمون الأوضاع الأمنية والعسكرية حاليا بما يتعلق بالخطر الإرهابي؟ الحمد لله منذ 5 سنوات الأحوال هادئة في موريتانيا، لكن المشروع الأمني بطبيعته مشروع لا يكتمل أبدا. هذه الطبيعة. الطبيعة الثانية مشروع متغير دائما، فيجب دائما الحذر الحذر الحذر. نعم. ما مدى جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية الموريتانية وما هي ملامح الاستراتيجية المتبعة في مكافحة الإرهاب حاليا؟ آخر دليل يبرز للرأي العام شاهدناه هو العرض العسكري، العرض العسكري في ماليبو. نعم. وشاهدت ردود الفعل الآراء في الإعلاميين وفي الرأي العام بشكل عام يعبر عن جاهزية ممتازة، لكن الخطر صفر لا يوجد، يجب دائما التحلي بالحذر الحذر الحذر، الحيطة الحيطة الحيطة. نعم. أي دور يمكن لمجموعة 5 في دول الساحل أن تلعبه حاليا في العمليات التي شهدتها مالي أخيرا؟ دول 5 كلها عاشت التهديد الإرهابي بشكل أو بآخر، والتهديد الإرهابي عابر الحدود، والتهديد الإرهابي دولي، وبالتالي لها دور بارز في التعامل مع القضية، في توزيع الأخبار المعلومات التنسيق. ثانيا تكون لها صوت، لما تكون مجموعة 5 تصبح قوة لها صوت ولها تأثير للساحة الدولية، ومكافحة الإرهاب عمل دولي. لكن ما يصفه البعض بنجاح موريتانيا في مقاربتها الأمنية، ألم يغير المعادلة الأمنية في المنطقة شيئا ما برأيك؟ لست أدري هل المعادلة تغيرت أم لا. المهم موريتانيا نالت مكاسب يعترف بها الجميع، ويجب أن تواصل، يجب أن تواصل، يجب أن تواصل. نعم. العقيد المتقاعد البخاري والمحمد مؤمل خبير الشؤون الاستراتيجية وإعلامي، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك. شكرا. ونواصل هذه النشرة. قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن موريتانيا تتصدر حركة الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتزود الطاقة الشمسية عاصمتها نواكشوط 30% من احتياجاتها. ونوهت الوكالة بخطوات نواكشوط نحو استخدام أوسع للطاقة المتجددة. على موريتانيا تطوير الطاقة المتجددة الكبيرة التي تتمتع بها، لأنها تمتلك إمكانيات كبيرة غير مستغلة في مجال الطاقة. هذا ما أوردته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إرنا في تقريرها السنوي. وأكدت الوكالة أن لموريتانيا إمكانيات طاقوية كبيرة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية والرياح، حيث تبلغ إمكانيات مصادر الرياح وحدها ما يقارب 4 أضعاف الاحتياجات السنوية. التقرير أشار إلى أنه بإمكان موريتانيا أن تكون بلدا مصدرا للطاقة المتجددة في إفريقيا. موريتانيا التي دخلت على خط إنتاج الطاقات المتجددة، أكد البنك الدولي في تقرير حديث له أنها تتصدر حركة الطاقة المتجددة في إفريقيا. وعلى الأرض انتهجت موريتانيا سياسة الطاقة المتجددة والبديلة، وذلك بإنشاء محطات مزدوجة حرارية وشمسية في كل من المؤمقار والشامي وبيرت وترمس. وتبقى محطة نواكشوط للطاقة الشمسية هي الأكبر ب15 ميجاوات، وتجري الآن عملية مناقصة لمحطة أخرى ب30 ميجاوات. وفي مجال الطاقة الهوائية توجد محطة على طريق روس نواكشوط ب15 محرك، كل منهم 2 ميجاوات. وتصل نسبة الطاقة المتجددة في الإنتاج الموريتاني 32%. تقرير جديد وأرقام ربما تدفع البلاد في اتجاه العمل على الحفاظ والزيادة من الطاقة المتجددة، خاصة وأنها تتمتع بمناخ صحراوي يساعد على إنشاء الطاقات المتجددة والبديلة. محمد عمر بلول، الساحل تي في. إلى نافذتنا على الزراعة بمنطقة شمامة.
تشكل المواسم الزراعية في منطقة الشمامة بولاية ترازة وجهة لمئات العاملين اليدويين الأجانب في ظل تناقص أعداد الراغبين بالعمل في هذا المجال من الموريتانيين. هذه أجزاء من مزارع الضفة في منطقة الشمامة بولاية ترارزة، يعمل هؤلاء منذ ما يزيد على 5 سنوات من ريع ما تنتجه هذه الأرض من محاصيد الأرز الموريتاني. يعيش مئات الأجانب الوافدين من الدول المجاورة لما يحصلون عليه هنا من فرص عمل، خصوصا الأعمال اليدوية كسقاية البذور ومطاردة الطيور والاستصلاح الزراعي التقليدي، حيث تعتبر منطقة الشمامة وجهة لمئات العابرين من الأجانب. قدمت إلى هذه المنطقة من السنغال منذ فترة، أعمل في مزارع الأرز كعامل يدوي في السقاية ومطاردة الطيور. مع كل موسم زراعي تفرض الحاجة إلينا كعاملين في قطاع الزراعة لنتفق مع بعض هؤلاء المستثمرين لنشرف لهم على بعض المهام مقابل أسعار نراها كافية مقارنة مع أي عمل زراعي آخر. المستثمرون والمزارعون في قطاع زراعة الأرز بمنطقة الشمامة يقولون إن أسباب وجود هؤلاء الغرباء داخل هذه الحقول والمزارع يشكل تحديا للمنظومة الأمنية المحلية تماما، كما يقف في وجه مدى استفادة أبناء المنطقة من المجال العملي والاستثماري بفعل الفارق المادي بين التكاليف المادية المقدمة لهؤلاء الأجانب مقارنة باليد العاملة الموريتانية، وهو ما يراه القائمون على بعض هذه المزارع تحديا آخر ينضاف لواقع زراعة الأرز في ولاية ترارزة. نقول للجهات الرسمية الأساسية أن لا تتوفر شمام من وسيلة عمل ما قدر يحصل من شيء مباشر وغير مباشر بغير مباشر. للي ملاحظ اليوم حد حصار أجبر ما في درس من الموريتاني، وهذا هو اللي خطير في العمل. نحسبه على حساب دائما في الدراسة، أعلن هذا يشق القدر كذا وقدر كذا من الناس، إني ترجعوا لا في الحقل ولا في عند الهيئات الأخرى المقشرة وما أشبه ذلك يحبروا جزئين من هذا عمال خاف يعني. مئات المستثمرين من الشباب الموريتاني وأزيد من ذلك من حملة الشهادات وملاك الأرض يرون بأن زراعة الأرز هذا العام في منطقة الشمامة تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية، حيث قل الإنتاج بفعل غياب الحملات الزراعية، وهو ما أدى إلى وجود المئات من الأجانب في مزارع عل وعسى جهودهم البدائية تشكل جسرا بين الحد من الخسائر وضعف التكاليف. من منطقة الشمامة بولاية ترارزة، الشيخ أحمد النجاشي، ساحل تي في. سجلت نسب الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي في موريتانيا ما بين 10 إلى 20%، وفقا لدراسة مبنية على الإحصاءات التي تم إنجازها على المتبرعين بالدم. وتعود أسباب تفشي المرض إلى عدة أسباب، منها غياب الوعي الصحي لدى المواطنين. وفقا للدراسات المبنية على الإحصاءات التي تم إنجازها على المتبرعين بالدم ونساء الحوامل، فقد ناهز عدد المصابين بالتهاب الكبد الوبائي نسبة 20% من عموم السكان. الجديد في هذا الشأن هو تزايد الإصابة سنويا بشكل مقلق، مما حدا بالمختصين والعاملين في المجال الصحي لإطلاق صرخة استغاثة لتوعية المجتمع بمخاطر هذا المرض. موريتانيا فيها 4 ملايين نسمة، نجيبوا منها 20% اللي هي تقريبا 600,000 رجاج حامل الفيروس. ذيك 600,000 رجاج فيها نسبة 1% إلى 5% هي اللي تعد المرض الخطير. ذيك 600,000 رجاج متعايشة، تعدل حياتها هي العادية، قاعد قد تجار مع أشياء في الحياة اللي هي يوعوا الفيروس اللي كان راقد.
التكتم على مرض التهاب الكبد الوبائي وتجاهله والتغاضي عن العوامل المؤدية إليه كالاتصال الجنسي وتبادل الآلات الحادة وعدم إجراء الفحوص قبل الزواج أسباب من بين أخرى يرجعها البعض إلى غياب الثقافة الصحية ونقص التوعية والتحسيس. نلاحظ أن التحسيس فيه ناقص حتى يعود العلاجات. الأطباء الحمد لله خارجين، عندنا قدر من الأخصائيين فيه، ما في مرض الكلى اللي قليلين أخصائي، مرض الكبد كثيرين لزباتولوج ولكاسترولوج، موجودة في الطب الزايد، موجودة في الطب الكبير. إذا ذاك قد يعود من الأمور اللي يعطي له السيطرة، غير التحسيس بالنسبة لي والتوعية الصحية فيه ناقصة، خاصة الآم إنه اللي قالوا آل يعود غسيل اليدين، تنقال الناس نغسل اليدين، وتركت المدرسة تعلم غسيل اليدين، ونظافة الأسواق ونظافة الخضرة. هذا لابد من يركز عليه ياك من حد من انتشار المرض. إدخال لقاح الكبد في أباء في البرنامج الموسع للتلقيح ووضع برنامج وطني لمكافحة المرض ومعهد لأمراض الكبد والفيروسات في طور الإنشاء استراتيجية تبنتها الجهات المعنية، ولكنها تبقى دون نتائج ملموسة ما لم تتم التوعية بالمرض والتحسيس بخطورته داخل البيت الموريتاني. إلى الموجز الاقتصادي. الموجز الاقتصادي من الساحل تيفي، السلام عليكم. كشف آخر تقرير للبنك المركزي الموريتاني أن قطاع التجارة شهد تباطؤا في سنة 2014 على غرار ما شهده سنة 2013. نتابع فيما يلي الأرقام التي سجلها قطاع التجارة حسب تقرير البنك المركزي الموريتاني. أظهرت ميزانية 2016 زيادة طفيفة في قطاع الشؤون الاقتصادية مقارنة مع 2015، في حين تراجعت ميزانية الاستثمار المخصصة للصحة في السنة الجارية عن سابقتها. عبد الله النهي يستعرض في الورقة التالية أهم الأرقام المخصصة للصحة في 2015 و2016. وصل مجموع الموارد المالية المخصصة لوزارة الشؤون الاقتصادية في ميزانية 2016 أكثر من 6 مليارات من الأوقية، وعلى عكس باقي المرافق الحكومية فإن ميزانية الاستثمار شكلت حوالي الثلثين من الميزانية العامة لوزارة الشؤون الاقتصادية. خصص الجزء الأكبر من ميزانية إدارات الوزارة المختلفة لبرنامج دعم اللامركزية والتنمية المحلية وتجاوز المليارين من الأوقية. ميزانية مشروع التهذيب وتكوين وصلت 700 مليون، ثم وكالة ترقية النفاذ الشامل ب 300 مليون أوقية، فيما كان نصيب المكتب الوطني للإحصاء 160 مليون أوقية، وتم رصد 50 مليون أوقية لمديرية ترقية القطاع الخاص، فيما وزعت بقية الميزانية على الإدارات الأخرى. وبالمقارنة مع سنة 2015 فإن ميزانية الشؤون الاقتصادية زادت بنسبة بسيطة، حيث كانت حوالي 6 مليارات أوقية. أما ميزانية الاستثمار فإنها تراجعت في 2016 حيث كانت أكثر من 5 مليارات من الأوقية. ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.22% ليصل سعر الأوقية 1095.23 دولارا أمريكيا، كما واصل الحديد انخفاضه بنسبة 1.46% ليصل سعر الطن 40.47 دولارا، في حين سجل سعر القمح انخفاضا بنسبة 1.46% ليصل الطن إلى 169 يورو. بدوره انخفض سعر السكر بنسبة 0.24% ليصل سعر 500 جرام 0.14 دولارا أمريكيا. الآن مع أسعار بعض العملات مقابل الأوقية حسب آخر إصدار للبنك المركزي الموريتاني. We'll be right back.
نهاية الموجز الاقتصادي، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. شكرا لك سيدي محمد جقنا، ومنك نتحول إلى الموجز الرياضي في هذه النشرة. فقرة الرياضة من الساحل، أهلا بكم. وقع الحسن العيد على عقد يمتد لثلاث سنوات مع نادي ليفانتي الإسباني بقيمة 60,000 يورو للاعب، بينما حصل نادي الوئام على 70,000 يورو والراتب السنوي للاعب الحسن العيد 100,000 يورو بحسب ما نقلته وسائل إعلام من محلية. وتضمن العقد الذي وقعه الحسن شرطا جزائيا يصل 60% من قيمة العقد في حال انتقال اللاعب لنادي جديد، بينما يحصل ناديه الأصلي الوئام على نسبة 15% من أي عملية انتقال جديدة للاعب خلال سنتين من تاريخ توقيعه العقد. وكان الحسن العيد قد دخل أكاديمية ليفانتي الإسبانية منذ سنتين، كما لعب أساسا في المنتخب الموريتاني الأول، إلى أن النادي الإسباني رفض التوقيع معه رسميا قبل وصوله السن القانونية المطلوبة في إسبانيا. نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة في اتحادية الموريتانية لكرة القدم قولها إن لاعب الكسار والمنتخب الموريتاني بوبكر بويغلي حصل على عرض رسمي من نادي بريست الفرنسي للاحتراف في صفوفه بعد تجاوزه الفحوص الفنية والطبية في فرنسا. وقد تقدم لاعبه عن طريق نادي الكسار بملف يتضمن رسالة النادي الفرنسي إلى القنصلية الفرنسية في موريتانيا بهدف الحصول على تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية، لكن القنصلية رفضت منحه تأشيرة الدخول للاعب من دون ابتداء أسباب ذلك. وقد خاطبت إدارة نادي الإكسر نظيرتها في بريست قبل أسبوع لحل الموضوع لدى السلطات الفرنسية. أعلن مصدر قضائي إسباني اليوم الأربعاء أن مهاجم برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم نيمار دا سيلفا استدعي للمثول أمام قاضي التحقيق في مدريد الثاني من فبراير المقبل بتهمة احتيال في ظروف انتقاله إلى النادي الكتالوني. ويتعلق الاستدعاء القضائي بنيمار وتسعة أشخاص آخرين بينهم رئيسان الأخيران لبرشلونة ومسؤولان في نادي البرازيلي السابق سانتوس ووالده. وأقرت المحكمة الوطنية دعوى رفعها صندوق الاستثمارات البرازيلي الذي يدعى حصة بأرباح انتقاله، حيث يزعم بحدوث فساد واحتيال من قبل اللاعب ووالده والنادي الحالي وناديه السابق سانتوس في قضية انتقاله عام 2013 إلى برشلونة. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم الأربعاء إقالة أمنية للعام الفرنسي جيرومو فالكا الموقوف بسبب تورطه في قضية بيع تذاكر في مونديال 2014. وأوقف فالكا صاحب 55 عاما في 7 أكتوبر الماضي لمدة 90 يوما بعد اتهامه من وسائل الإعلام البريطانية بالتورط في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2014 في برازيل في السوق السوداء. وانتهت عقوبة الإيقاف الأساسية لمدة 90 يوما بحق فالكا في 6 من الشهر الجاري، لكن لجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للفيفا مددت إيقافه لمدة 45 يوما إضافيا. نهاية فقرة الرياضة، إلى اللقاء. وبالرياضة تكتمل عناصر وأخبار الساحل، وكنتم قد تابعتم فيها. المنتدى يستبق مؤشرات الحوار بالتمسك بشرط الرد المكتوب. خطر الإرهاب يهدد منطقة الساحل واستراتيجية موريتانيا على المحك. الطاقات المتجددة تجعل موريتانيا في صدارة الدول الإفريقية. المزيد من الأخبار على صفحات موقعنا على شبكة الإنترنت الساحل.tv. أطيب الأمان، إلى اللقاء.